تتبنى الدوله استراتيجيه الذكاء الاصطناعي باليات تعمل على دمجها في العمليات الحكوميه وتستكمل الحكومه الجديده من خلال برنامجها استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحقيق اهداف التنميه المستدامه هذه الاستراتيجيه الوطنيه ساهمت في تقدم ترتيب مصر اكثر من خمسين مركزا في تصنيفات الذكاء الاصطناعي العالميه في عالم يعج بالتحديات وأزمات الأمن السيبراني والخلل التقني بين الحين والآخر، تبنت الدولة استراتيجية الذكاء الاصطناعي بآليات تعمل على دمجها في العمليات الحكومية لجعلها أكثر كفاءة وشفافية. استراتيجية أطلقتها الدولة منذ ثلاث سنوات، وتستكملها الحكومة الجديدة بهدف استغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لدعم تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة. هذه الاستراتيجيه الوطنيه ساهمت في تقدم ترتيب مصر اكثر من خمسين مركزا في تصنيفات الذكاء الاصطناعي العالميه مع القيام بدور رئيسي في تيسير التعاون الاقليمي في المنطقتين الافريقيه والعربيه وترسيخ مكانه مصر بوصفها طرفا دوليا فاعلا في هذا المجال مرتكزات عده تقوم على اساسها الاستراتيجيه من بينها العمل على تنميه المهارات والتكنولوجيا والنظام البيئي والبنيه التحتيه واليات الاداره للذكاء الاصطناعي الاستغلال الامثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وصل الى قطاعات التنميه الرئيسيه لتحقيق اثر اقتصادي وحل المشكلات المحليه والاقليميه دعما للاستراتيجيه المصريه للتنميه المستدامه وبما يتفق مع اهداف الامم المتحده للتنميه المستدامه لتحقيق الفائده للمصريين كافه الاستراتيجية تضمنت كذلك تشجيع الاستثمار في بحوث وابتكارات الذكاء الاصطناعي من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمبادرات المشتركة مع الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص، وبالتوازي تحقيق مستهدفات عدة على رأسها جعل مصر مركزا إقليميا للتعليم والمواهب في مجال الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. ومواصله دعم برامج التعلم مدى الحياه واعاده تشكيل المهارات للاسهام في تنميه القوى العامله واستدامتها مع خلق بيئه مزدهره للذكاء الاصطناعي من خلال تشجيع الشركات الناشئه المحليه وخلق بيئه علميه اكاديميه مليئه بالافكار والابتكارات والاكتشافات تحقيق رفاهيه الانسان من خلال تعزيز نهج الذكاء الاصطناعي باعتباره فرصه لادماج المهمشين ليس فقط لبرامج شبكات الامان بل ايضا في المبادرات التي تعزز النهوض بالانسان وبتنميه الذات